أكد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي خلال إشرافه على انطلاق توزيع المساعدات الخاصة بالتقلبات المناخية وموجة البرد بولايات الكاف وجندوبة وسليانة والقصرين أن هذا البرنامج سيشمل أكثر من 20,000 عائلة باعتمادات تفوق 5.5 مليون دينار. المجهود هذا مش كان وزارة الشؤون الاجتماعية فقط تقوم به، الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي أيضا، الديوانة، هو مجهود وطني كل الإحاطة بأبناء شعبنا وخاصة منهم العائلات المعوزة ومحدودة الدخل. حتى خرجنا من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل وأرسينا برامج جديدة ونسب النجاح متاعها إلى غاية الآن فقط 90%، وهذا اللي نحبه. أشار وزير الشؤون الاجتماعية إلى أن هذا البرنامج سيشمل عدة ولايات أخرى في مرحلة قادمة، تأكيدا للدور الاجتماعي للدولة في الإحاطة بمواطنيها أينما كانوا. مساعدات محترمة جدا باش نسيب له البرنامج ككل أكثر من 20,000 عائلة، وفي المساعدات الخاصة بالأربع ولايات هذه باش يكون كل ولاية في حدود 1360 منتفع. واستمع الزاهي إلى مشاغل عدد من المواطنين والمواطنات من ضعاف الحال ومن الأسر محدودة الدخل، ودعا بالمناسبة مختلف الإدارات الجهوية إلى توحيد جهودها لضمان وصول المساعدات الاجتماعية إلى مستحقيها.